مونیس امیر اندر دمشق است. بسم الله الرحمن الرحیم. انكم في اولى دقائق الهجمه بعد الهجمه اتفاقك رژیم اسرائیل و غزه ثابت کرد که علامات رژیم در إنما الأذربيجان لا يلتزمون بأي تعهدات والتزامات أرواح الشهداء السوريين والإيرانيين في هذا الحادث أي الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني. إرادتنا نحن وإياكم من أجل امنیت و ثبات در منطقه